البركات. تمنياتنا هنا بالتوفيق في هذا الانطلاق وفي هذا المسار، حيث هناك تجمعت نوعيات مميزة، وأيضا الكشف لم يصنع ولكن سوف أيضا نأتي من خلال الشعار أي الشعارات الواضحة هناك أيضا أمام حضراتكم هنا في هذا المسار. مباشرة نسير هنا على الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول في هذا المسار الجميل وفي هذا الانطلاق. هذا هو شعار سهيل بن عبيد الأخيلي يتقدم على الصدارة الأولى، انتقل إلى المركز الثاني شعار أبو حمدان حمدان بن خليفة بن ثاني النعيمي من يتقدم على مستوى المركز الثاني، النقلة إلى المركز الثالث الواصل هناك أيضا المتقدم شعار محمد بن غانم بن إداه المنصوري، بينما المركز الرابع الله هي المكتشف يأتي بنوعية جميلة هنا ومميزة في هذه اللحظات، جمال بن غانم بن إداه المنصوري، ولكن لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة مع المركز الأول هنا شعار أبو محمد الذي يتقدم هنا مع هذا الرقص الجميل والانطلاق المميز في هذا المسار الجميل وفي هذا الانطلاقات. مشعل هنا على الصدارة الأولى، سلالة جميلة هنا على البداية الأولى، الله يا مشغل سهيل بن عبيد الأخيلي يقدم لنا نوعيات مميزة في هذا الموسم، نوعيات مميزة في هذا الموسم. محمد بن غانم بن إداه المنصوري قادم على مستوى المركز الثاني بتقديم جميل هنا وبشعار مميز، ولكن مشغل بدأ هناك يباعد على الصدارة هنا باحث عن المركز الأول في شوطنا الأول للجعدان هنا في هذا المسار الجميل والانطلاقات المميزة هنا. سلام أبو محمد، سلام، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني هناك وصول وتقدم من شعار محمد بن غالب الإداه المنصوري، المركز الثالث يتقدم جمال بن غانم بن إداء المنصوري على مستوى المركز الثالث. هكذا أيضا نتيجتنا في هذا الشوط وفي هذا المسار، والتوقيت لم يحضرنا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. هنا تهانينا والناموس لك يا راعي مشغل سهيل بن عبيد.